مساء الخير على كل بيشوفونا وبيتابعونا على تلفزيون النهار، فقرة جديدة من فقراتنا الطبية اللي بنتناقش فيها في كل المواضيع المهمة اللي تهمنا كلنا، سواء عندنا المرض أو حد قريب مننا بيعاني من المرض اللي بنتكلم فيه. النهاردة معانا دكتور أحمد سكي، دايما بيكلمنا على السمنة ومشاكل السمنة وإزاي نقدر نتخلص منها تماما. النهاردة هنتكلم في أمر مختلف ومرض يمكن مزمن جدا، هو مرض السكر. يمكن مرض السكر كنا زمان بنتعالج بيه أو لغاية دلوقتي بنتعالج بيه عن طريق الأدوية والإنسولين وبنفضل ناخدهم طول حياتنا، ملوش علاج نهائي. ولكن النهاردة لينا السبق، أو لدكتور أحمد السبكي ليه السبق في إجراء جراحات بتخفف تماما من مرض السكر. هنعرف منه النهاردة إيه الجراحات دي، ولكن أنا عايزة أقول لكم أن السكر مرض يمكن زي ما قلت خطير جدا، بيسبب في أمراض تانية كتيرة زي انسداد الشرايين، أمراض القلب، الضعف الجنسي عند الرجال، العقم عند السيدات، التهابات في الأعضاء وفي الشبكية. كل ده هنعرفه النهاردة من دكتور أحمد السبكي، وهنعرف إزاي نقدر نعالج المرض المزمن ده ونتخلص منه نهائيا. هيكون معنا أستاذ دكتور أحمد السبكي، واستشاري جراحات السمنة والسكر وأستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة. أهلا بك يا دكتور، وإزاي صحتك؟ دكتور، يمكن زي ما قلت حضرتك ليك السبق في مصر وفي الشرق الأوسط ويمكن في العالم كله، لأن حضرتك حضرت مؤتمرات كتيرة عالمية في موضوع كيفية التخلص من مرض السكر تماما عن طريق الجراحات. فعايزين نفهم الناس كده بشكل مبسط، يعني إيه نعالج مرض السكر عن طريق جراحة أو جراحات السكر؟ هو زي ما حضرتك قلتي، طول عمرنا مرض السكر ده مرتبط في أذهاننا أنه أولا هو مرض مزمن لا يمكن الشفاء منه تماما، بل بناخد أدوية عشان نحاول نتحكم فيه. بناخد أقراص كل الناس عارفينها، ومفيش بيت يخلو من مرض السكر. بناخد إنسولين، بناخد حاجات مصاحبة، بناخد حاجات لعلاج المضاعفات المصاحبة للسكر وما أكثرها، وحضرتك ذكرتي أمثلة كتيرة منها. لكن نقدر نقول إن السكر في حد ذاته يمثل 70% من السبب الرئيسي لكل الأمراض الأخرى. يعني حضرتك لو قدرتي تتخلصي من هذا المرض، قدرتي تشفي بإذن الله 70% من الأمراض الأخرى. فهو الحقيقة كان تركيز إلى حد كبير للبحث العلمي في السنين السابقة، هل ممكن يجي يوم من الأيام نقول أن هذا المرض أصبح من التاريخ؟ هل هيجي يوم نقول أن إحنا عندنا مثلا في مصر 20 مليون مريض مصاب بالسكر؟ هل هنقدر في يوم نقول ان احنا قدرنا نضيع 19 مليون من هذا المرض، وفي مليون مثلا من النوع الغير المقاوم؟ هو في انواع من مرض السكر، مظبوط يا دكتور؟ ده هنتكلم عليها، اللي هي النوع الاول والنوع الثاني. النوع الثاني ده اللي بيجي في الناس الكبار عاده بعد سن ال 30، وهو الاكثر شيوعا وبيمثل 95% من مرض السكر، اللي هو عند ابهاتنا كلنا واخواتنا اللي فوق سن ال 30. كتير قوي. طبعا. بسبب اولا اسلوب غذائي خطا بيخلي فيه مقاومه للانسولين الداخلي، فالمريض بيحتاج ياخد حاجه مساعده من بره، الى انه مرتبط الى حد كبير برضه بزياده في الوزن مع ناس كتير. فيفضل ياخد الانسولين طول عمره، بيحتاج يا اما بياخد اقراص، وتدريجيا بياخد الاقراص ما بتجيبش نتيجه، فيبتدي ياخد الانسولين، يفاجئ ان الانسولين مش جايب نتيجه والسكر عنده مرتفع. كمان ممكن الانسولين ما يجيبش نتيجه برضه. في ناس كتير عندهم حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، مقاومه للانسولين. يبقى كل شويه عمال يزود في الجرعه يزود في الجرعه، معناها ان الجسم بيبني سور ضد الانسولين الخارجي. ويجي في مرحله يبقى بياخد جرعه كبيره ومش قادر يتحكم في نسبه السكر في الدم، ومن هنا تبتدي بقى المضاعفات. عشان كده دايما مضاعفات السكر في معظم الناس بتيجي من بعد 6-7 سنين من بدايه المرض. يبتدي الجسم يعمل سور ضد العلاج، ويبتدي المضاعفات تبتدي في صوره التهابات الاعصاب الطرفيه، ودي بتبدا من الاول. التهاب شبكيه العين، التهاب الكليتين وصولا الى الفشل الكلوي، التهاب الشرايين الكبيره فيعمل الضغط، والتهاب الشرايين الطرفيه فيعمل
قصور في الدورة الدموية ويعمل حاجة اسمها القدم السكرية. حضرتك تعرفي دايما لما مريض السكر رجله بس تتجرح يقول لك الجرح ده مش هيلتئم أبدا، أو قص ضوافره بطريقة غلط فيحصل يعني مشكلة حساس كبيرة بزيادة عن اللزوم. فكل دي جلطات القلب، جلطات المخ. عايز أقول لحضرتك يعني مفيش مرض هنقدر نذكره مش هيبقى السكر على قائمة أسبابه الرئيسية الأولى، يعني يا هو يا الضغط، يا السكر يا الضغط. ده في أطفال كمان يا دكتور عندهم سكر في الأيام الأخيرة دي، يعني ده أكيد بعد كام سنة هيتعرضوا لكل المضاعفات دي أكيد. للأسف هم عرضة أكتر كمان من النوع الثاني لهذه المشاكل لسببين. عشان من الصغر. أولا لأن مرض السكر عندهم من النوع القوي جدا وبيبقى يكاد يكون البنكرياس عندهم مش شغال، وللأسف لأنه بيجي لهم في سن مبكر فبيعيش معهم فترة طويلة، فالمرض بياخد وقته جدا أنه يعني يفسد الأعضاء إلى حد كبير. الحقيقة العملية بتشفي بإذن الله النوع الثاني تماما، النوع الثاني اللي هم كبار في السن اللي هو الأكثر شيوعا اللي هو 95% من مرض السكر. النوع الأول ما بنقدرش نقول أنه هو هيخف تماما، لكن بنقول أنه هيستفيد بنسبة 70% من هذا العلاج. بمعنى مريض السكر النوع الأول بيجي بعد كام سنة تلاقيه بياخد مثلا 100 وحدة إنسولين، ما بيقدرش ياكل براحته لأنه هو غصب عنه أي حاجة بياكلها بتؤدي إلى ارتفاع شديد في السكر لأنه هو البنكرياس عنده مش شغال، فأي حاجة ياكلها تنعكس على نسبة السكر في الدم عنده فيبقى محروم إلى حد كبير. والعكس اللي بيلخبط ومطنش بيبقى عرضة أكتر للمضاعفات. أكيد. العملية في النوع الثاني بيضيع تماما والمريض بيوقف الانسولين ويوقف السكر بيوقف الادويه وياكل براحته ونسبه السكر عمرها ما تعلى في الدم. النوع الاول بيستفيد من نسبه 70% بس. 70% دي معناها ان هو لو كان بياخد 100 وحده ممكن ياخد 20 وحده، يقلل الجرعات، هيقلل الجرعه بنسبه 70%، هيقلل المضاعفات المصاحبه للسكر بنسبه 70%، هيقدر ياكل وياخد حريته في الاكل برضه بنسبه 70%. يعني نقدر نقول ان احنا ربنا اكرمنا وقدرنا نساعده ان احنا نشيل عنه 3/4 المشكله وسيبنا له الربع. ده في حد ذاته نجاح. ليه؟ أكيد. يعني شوفي في ابسط واقل النتائج اللي ممكن تحقيقها ده نجاح كبير. لان احنا بنيجي دلوقتي نتكلم هو ايه الطرق الاخرى اللي ممكن تؤدي لهذه النتيجه؟ مفيش. الخلايا الجذعية وبقالها أكتر من 20 سنة في البحث العلمي حتى الآن لم تحقق 20% نجاح. تخيلي بعد 20 سنة من جميع الأبحاث في العالم كله لم تحقق الخلايا الجذعية أكتر من 20%، ده لو أثرت أصلا في نسبة فشل كبير. هي عشان يمكن لسه تحت الأبحاث يا دكتور الخلايا الجذعية؟ هي ما زالت تحت الأبحاث وما زال الموضوع مش سهل لأنه هو بيشتغل على البنكرياس. وعشان تجددي خلايا البنكرياس ده موضوع صعب جدا. فهو واخد السكة الصعبة اللي نأمل إن شاء الله إنها توصل، لكن إنها سكة صعبة جدا الحقيقة. العملية بتاعتنا يمكن هي مش على البنكرياس خالص. دي يعني التطور يعني اللي حصل في مجال الطب في الفترة الأخيرة. بس يا دكتور عايزين نعرف يعني إزاي نشأت فكرة جراحات السكر دي، وهل ليها تأثير يعني على فعلا مرض السكر؟ الحقيقة هي نشأت بالصدفة البحتة. يعني رغم كل الأبحاث بس ربنا بيجيب كل حاجة بأوان وكل حاجة بترتيب. إحنا في جراحات السمنة كنا بنعمل جراحات الهدف منها تخسيس الوزن. من ضمن هذه الجراحات نشأت عملية حديثة من سنة 2007، أول من عملها كان دكتور روتل إيدج وعدل عليها بروفيسور جارسيا، وأنا تقريبا كنت ثالث واحد شاركت في هذا التعديل على مستوى العالم. والحمد لله الكلام ده كله مذكور باسمنا. يعني جات لكم من موضوع السمنة لما عملتوا جراحات السمنة فاكتشفتوا ان ده حل برضو بيعالج مرض السكر للسكر. احنا طول عمرنا بنلاقي عمليات السمنة بتشفي من السكر، حتى التدبيس الحديث حتى التكميم كان بيشفي من السكر. بس ما كناش فاهمين هو ليه العمليات دي، بنقول عشان المريض بيخس ومشكلة السكر مرتبطة بالسمنة. فكان ده تفسيرنا. الحقيقة الآخر 4 سنين لا، تم اكتشاف تغير جذري في الهرمونات الموجودة في المعدة وفي الأمعاء نتيجة هذه العملية. وأن هذه الهرمونات هي السبب في ضعف البنكرياس. يعني في هرمونات ومن هنا جه الارتباط بين السمنة وبين السكر. ان الهرمونات دي
لها علاقة بالأكل ولها علاقة بالمضاد للإنسولين، وبالتالي كان المريض تلاقيه بياكل كتير، بيتخن، جاله سكر، لما يجيله السكر يخس في الأول وهو يبتدي، لأن السكر طبعا بيؤذي وبيعمل حاجة اسمها كاتابوليك ستيج، بيضر الجسم، بيهدم في خلايا الجسم، فيبتدي يخس في الأول، يبتدي ياخد إنسولين فيظبط الدنيا، فيبتدي يدخن تاني. يعني السايكل دي ما كناش يعني فاهمينها ليه، يعني السمنة ممكن تؤدي للسكر، مرض السكر. ده شيء أساسي. لكن مش كل المريض السكر عندهم سمنة. أيوة. وده الحاجة المفيدة اللي اكتشفناها من العملية دي. ما ده اللي هنكلمك فيه طبعا يا دكتور في العملية، لأن العملية دي يعني أعتقد إنها بتتعمل للأوزان الثقيلة أو اللي بيعانوا من سمنة، اللي هي هو ده كان القديم. الجديد بقى هو ده الاكتشاف الجديد. احنا عايزين نعرف بس العملية ايه دكتور الاول؟ العملية الحقيقة هي اسمها التحويل المصغر للمعدة. والعملية زي ما قلت لحضرتك كنا بنعملها في الاول بهدف السمنة، دلوقتي بنعملها حتى للمريض اللي عنده سكر بس ما عندوش سمنة. ليه؟ في الحالة دي بقى، لان احنا لما نعرض العملية دلوقتي وياريت نبدأ نعرضها، هتورينا ان احنا بنقدر نتحكم في حجم المعدة اللي نسيبه والجزء اللي نقدر نعزله. يعني لو حد عنده سمنة بالزبط. بتخسسوه يعني وتضيع السكر، بتكبره تصغير حجم المعدة، بنسيب المعدة صغيرة. أوكي. وبنخلي توصيلة المعدة بالأمعاء على بعد 2 متر تمام. لكن لو ما عندوش لو بالظبط، لو هو وزنه سكر طبيعي ومش محتاج ان هو يخس. بص يا حضرتك عشان نبقى على الرسمة، ده كده المعدة الطبيعية، ده المريء ودي المعدة وده مسار الأكل الطبيعي. ينزل من المعدة على الاثنى عشر هيكمل على الأمعاء اللي تحت. نكمل بقى الفيديو، هتبص تلاقي اللي احنا عملناه ان احنا بنعزل جزء من ده المسار بعد العملية. نجيبها من الأول لو قبل. بنوصل من المعدة الأمعاء، من المعدة، بنعزل جزء من المعدة وبنوصله على الأمعاء مباشرة. التوصيلة دي بتفيدنا بحاجتين. أول حاجة بصي حضرتك، أدي جزء من المعدة اللي احنا فصلناه. نوقف الصورة كده، شايفة حضرتك الجزء اللي معزول دوت اللي هو أقصى اليمين. الجزء اللي معزول ده اللي هو بقية المسار كله. معظم حجم المعدة بالإثنى عشر بأول 2 متر من الأمعاء، الجزء ده هو اللي بيطلع هرمونز لها تأثير سلبي على البنكرياس، اللي هو كنت حضرتك قلت لنا هرمون الجوع. بيطلع الهرمون الجوع اللي هو الجريلين والجي ال بي 1 والليبتين. الهرمونات دي كذا هرمون. شايفة احنا عزلنا جزء، شايفة الأمعاء، هنطلع نوصلها من غير ما نقطع في الأمعاء ولا حاجة، بنخلي الجزء ده من المعدة، الجزء الكويس اللي احنا بنوصله ده بنسميه الجزء الكويس من المعدة، بنوصله بالأمعاء. احنا صغرناه قوي، ده في حالة لو حد عنده سنة، ده تقريبا ربع حجم المعدة. نقدر نكبر ونصغر حسب الوزن بتاعه، حسب وزن مريض السمنة. لو هو جسمه رشيق وما عندوش سمنة مش هنخسسه. ولو هو وزنه كتير نخسسه. بص حضرتك دلوقتي المسار، شايفة جزء مظلل ما بيمعديش عليه الأكل، وجزء النقط اللي ماشيه جوه التشانل دي او جوه المعده والامعاء، هو ده اصبح مسار الاكل الجديد. دي الطريقه الجديده يا دكتور. اللي هو التحويل المصغر بالزبط للمعده. بالظبط. يبقى ده كان الوضع الاول. واللي في الاخر اللي احنا شفناه ده اللي هو معده، ايوه ده بالظبط. بتصب في جزء من الامعاء من فوق لتحت، ده اصبح المسار الجديد. دي بقى لها كام سنه يا دكتور العمليه دي؟ العملية بقى زمان كانت سنين. معقده جدا. لا هي لا، التحويل القديم ده عمليه ثانيه خالص. كان هو معقد من زمان، والناس من ايام 67 ده. ده كان ضعفات. تحويل المسار القديم، وده كان عمليه الهدف منها التخسيس فقط. وكانت برضه بتشفي من السكر باذن الله. يعني ما انا بقول لحضرتك تاريخ شفاء السكر على جراحات السمنه قديم جدا. مرتبط الجديد بالسمنه، ان احنا ازاي نعمله لمريض اصلا ما عندوش سمنه، مش بيعاني من سمنه، اللي تم تحديثه من 7 سنين وتم الاعتراف به والتعامل معاه على مستوى العالم كله من 4 سنين. يعني بدايته كان من 7 سنين. وابتديتوا تطبقوه بقى يا دكتور؟ اللي طلعت صورته في الموفي كده في الانيميشن دوت، الدكتور رودل ايدج كان اول واحد هو اللي عمل ده. دكتور رودل ايدج ده اول واحد تمام. الحقيقه خد الخطوه دي وعمل عمليه زمها زميني جاستريك باي باس. دي بقى اتطبقت من كام سنه يا دكتور؟ من 7 سنين، من 2007. 7 سنين. ومتابعين مع المرضى، هو متابع معاهم وحالتهم تمام. مش هو لوحده. هو انت عارفه حضرتك العلم بيبدا في بؤره وفي دقيقه واحده بينتشر في العالم كله. هو دكتور ريتل ايدج يا دوبك حط البذره وحط الفكره واتطور عليها في خلال 2-3 سنين. كل واحد في حته من العالم حط لمسته
الإضافية لهذه العملية لغاية ما وصلنا للعملية الفاينل في 2010 اللي هي التحويل المصغر للمعدة والتعديل اللي هو سميناه انتي ريفلكس ستيتش، الغرز اللي هي كان بيعيب العمليه اللي عملها دكتور ريتل ايدج ان فيها شويه حموضه بتطلع على المعده. أوكي. فكانت حاجه بتضايق المريض، ارتجاع مثلا. ارتجاع بالظبط. الارتجاع ده اتصلح بعدها في الاضافه اللي عملها دكتور جارسيا واللي انا ضفتها عليه في 2011 ومتسجله باسمنا الانتي ريفلكس ستيتش. أصبح العملية حتى العيب البسيط ده ما بقاش فيه، بل بالعكس بتعالج المرضى اللي عندهم حموضة زايدة لأن تصريفها سريع والتوصيلة اللي بين المعدة والأمعاء ما بتخليش فيه ارتجاع. أوكي. فأصبحت حتى يعني علاج يعني بدل ما كانت دي بتزود المشكلة أصبحت علاج لهذه المشكلة، وبالتالي أصبحت عملية ما بنقولش كاملة طبعا الكمال لله وحده، لكن بنقول العملية شبه الكاملة سواء لعلاج مرض السكر لوحده بدون سمنة أو لعلاج السمنة لوحدها بدون سكر أو لعلاجهم الاثنين مع بعض. وزي ما شفتي جزء من المعدة اللي احنا بنقدر نعزله نقدر نكبره ونقدر نصغره، والجزء من الأمعاء اللي احنا بنوصله نقدر نكبره. التوصيلة دي نقدر نعملها على بعد 2 متر من بداية الأمعاء لو أنا عايز أخسسه قوي. لو هو وزنه مش كتير قوي أعملها على بعد 1.5 متر، لو هو وزنه طبيعي اعملها على وزن على بعد 100 سنتي. اول 100 سنتي دول هو اللي بيتم امتصاص 70% من الجلوكوز في الدم. اوكي. المريض بعد العمليه مباشره، ودي اول نتيجه فوريه بيحصل عليها المريض بعد العمليه، نسبه الجلوكوز في الدم ممكن تنزل 70%. يعني لو كان المريض ده سكره 450 لو هو وقف ادويه، يعني المريض وقف ادويته دلوقتي قبل العمليه وسيبناه ياكل براحته، هتبص تلاقي سكره 450 وفي ناس 500 وفي ناس اكتر. بعد العمليه ومن غير ادويه نفس المريض بتلاقي سكره واقف على 150 140، ده كمان قبل ما الانسولين عنده يزيد. بعد فتره لما بنعزل الهرمونز اللي كان لها تاثير سلبي على البنكرياس، البنكرياس بتاعه بينشط بيفرز انسولين. ويبقى الانسولين كمان اللي طالع ده زياده عن احتياجه واحتياطي له، بينشط يعني الانسولين الطبيعي بتاع الجسم. طبعا. وتالت استفاده المقاومه للانسولين ده بتقل. يعني انا كترت الكميه وقللت المقاومه، اللي كان المريض بياخد 10 وحدات بقى ياخد 50 بقى ياخد 100 عشان يوصل لنفس المستوى. لا ده انا خليت ال100 دول تاثيرهم عليه كانهم 1000، لان المقاومه اللي كانت ضد ال100 دي قلت. فتلاقي المريض اصبح عنده وفره من الانسولين الطبيعي جوه جسمه احتياطي، ياكل براحته يشرب براحته تلاقي سكره مظبوط. يعني معنى كده مريض السكر بعد العملية دي تحويله مصغر للمعدة الحديث بيستغنى تماما عن الانسولين، بياكل براحته، بيشفى تماما بإذن الله من حتى المضاعفات يا دكتور بتاعت المرض. يعني لو عنده جاله مشاكل بقى قلب وضعف جنسي ومشاكل في الشبكية دي كلها بتخف. انا بعتبر النجاح في هذه العملية مش ان انا اخليه يوقف اقراص ويوقف انسولين، ده في حد ذاته نجاح، والموضوع ده احيانا بيبقى مؤرق جدا للمريض ان هو لازم يشك نفسه مرتين ثلاثه في اليوم ويعمل تحليل، وكل ما ياكل اكله يقول انا خايف السكر عالي عليا انا تعبان، حاجه مؤرقه للحياه. كونه فجاه هيوقف ده كله ده نجاح، بس انا بعتبر النجاح الحقيقي هو في التحكم في مضاعفات السكر. التحكم في مضاعفات السكر، ان احنا مضاعفات السكر دي كلها عايز اقول لحضرتك اللي بدا بالفعل بيتراجع، يعني مش بس بنمنعها، ده اللي بدأ في ياخد خطوات. المضاعفات دي بدأت مثلا تصلب في الشرايين مثلا، تصلب في الشرايين ده بيتحسن ويرجع يبقى طبيعي. مثلا التهاب الشبكية، أنا عايز أقول لحضرتك في رسالة معمولة بره معمولة على نقطة التهابات الشبكية الخاصة بالسكر ومقارنة ما بعد جراحات السكر. دي من أشهر المشاكل اللي بتسببها مرض السكر. عايز أقول لحضرتك نتيجة مذهلة، الشبكية اللي تلاقي المريض بيعاني وعمل جلسة ليزر واثنين وثلاثة وقرب يفقد عينه. لأن الشبكية لو باظت خلاص العين ما بتشوفش على الإطلاق. يرجع يبقى طبيعي تماما زيه زي أي شخص طبيعي. التهاب الأعصاب الطرفية أول حاجة بتتحسن. مريض السكر تلاقي عنده إيديه ورجليه بالنسبة له عذاب يومي. يقول لك أنا مش حاسس بالشوز في رجلي واتعور واتحرق ومش حاسس. كل ده بيروح، جلطات القلب، جلطات المخ، التهاب الكليتين، السكر ممكن يؤدي إلى فشل كلوي في وقت قصير.
وآلام الركبة بقى بصي حضرتك مفيش حاجة مش هتلاقي السكر له عامل مشترك فيها وكل المضاعفات دي، لأن احنا خلاص ضيعنا المشكلة الأساسية وبالتالي كل ما يتلوها بإذن الله بيبوظ. مضاعفات مرض السكر هي هي نفس مضاعفات السمنة، مرض هم مشترك، هو ثلاثي حتى احنا بنسميه هم ريليتد لبعض، علامة حاجة بيسموها اكس سندروم او ميتابوليك سندروم، يعني هو اسمه كده السندروم او المتلازمة الأيضية، يعني ايه؟ ارتفاع كوليسترول، سمنة، تايب 2 دايابيتس اللي هو النوع الثاني من السكر. هو ايه الفرق يا دكتور النوع الاول والثاني؟ النوع الثاني ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي تاني هو اللي شرس؟ لا بالعكس، النوع الثاني هو الاخف اللي بيجي على سن كبير واللي بيبدا الاول باقراص بسيطه وبعدين يتزايد تدريجيا لغايه ما يوصل للانسولين. النوع الاول بيجيب من الاخر، من الاول فشل تام في البنكرياس، مفيش ما بيفرزش انسولين او بيفرز كميه بسيطه جدا، وبالتالي المريض ده لا عوض له عن الانسولين الخارجي اللي بياخده من بره. العمليه مش هترجع له البنكرياس الحقيقه، لان ده اصبح عيب اساسي مش ضعف في البنكرياس، لا ده اصبح عيب في خلايا البنكرياس هي مش هتشتغل تاني، لكن احنا بنفيده بان نسبه امتصاص الجلوكوز في الدم بتقل بنسبه 70%. وبالتالي انا لو المريض ده سكره كان بيبقى 450 سكره هينزل يبقى 150 200، يبقى برضه هيحتاج ولو جرعه انسولين بسيطه عشان نوصل بال 200 او ال 150 للمستوى الطبيعي ومع الاكل ما يرتفعش، وبالتالي يبقى انا حلت له 70% من المشكله وسبت له حاجه بسيطه ويبقى وقيته باذن الله من الارتفاع الشديد قوي من السكر لانه مش هيحصل ولا الهبوط الكتير للسكر لانه ما بياخدش جرعه كبيره من الانسولين تهبطه بقى متوازن يعني. و70% من المضاعفات، 70% من المضاعفات معناها ايه؟ ممكن ما يجيلوش خالص مضاعفات، لان هو اذا كان هيجيله عند سن 30 40 هنقول لا ممكن تجيله عند سن 60، ممكن ربنا يعافيه وما يجيلوش خالص. ففي كل الاحوال هي فايده عظيمه. طيب دكتور حضرتك بتقول النوع الثاني ده هو الشرس يمكن اللي ضعيف مش اللي هو بيجي لكبار السن. هل ممكن مش كبار السن، نوع من بعد سن 30 اللي هو عكس النوع الاول اللي بيجي بقى في الشباب الصغير والاطفال. طب افرض يا دكتور حد فوق ال 60 سنه ممكن يعمل عادي عمليه تحويل المعده؟ هو ده سؤال جميل جدا. وفي حاله برضو لو طفل، يعني يمكن النوع الاول بيجي للاطفال برضو في سن صغير، فنبدا نعمل لهم العمليه دي من سن كام عشان ما يعيشوش طول عمرهم؟ جدا الحقيقه سؤالين اجمل من بعض. مش قبل 15 سنة ده ستاندرد خلاص في العالم كله عشان نجري عشان يكون النمو اكتمل. وفي الكبار مفيش أبر ليميت، مفيش حد أقصى، بس هي الفكرة هل فحوصاته وحالته الصحية تتحمل إجراء العملية؟ التخدير، العملية ما بنقلقش منها، ما فيهاش مشكلة، بس دايما بنحط التخدير. هو القلق بيبقى من التخدير دايما؟ لا، وهو عنده مشكلة، يعني افرضي عنده مثلا قصور في شرايين القلب وعامل قلب مفتوح مره واثنين ومع ذلك القلب، حاله القلب مش كويسه وعضله ضخ القلب ضعيف، هنا نبتدي نقول له لا في خطوره. مثلا عنده فشل كلوي حاد وبيغسل باستمرار ومش مستقر، مع يعني عنده امراض متلازمات كتير، مهم يجوا يعني يعملوا التحاليل دي وحضرتك اللي تحدد برضو. طبعا يعني هم ما يقرروش هنعمل العمليه، هم تعبانين طبعا أصلاً. في حالات بنرفضها لسبب من اثنين، اولا يا اما حالته الصحيه ما تسمحش باجراء العمليه عشان التخدير، يا اما هو خلاص كل المضاعفات جات له فاصبح واتحققت والاعضاء اتدمرت، فاصبح الفايده الاساسيه من العمليه وهو التخلص من هذه المضاعفات هو المشكله. يبقى مش هنقدر حتى، لان خلاص مثلا فشل كلوي تام والكليه باظت مش هترجع بالعمليه. فشل في عضله القلب وجلطه مره واثنين وعنده مش عارف جزء من القلب ميت وعضل ضخ القلب ضعيف، ما هو ده مش هيستفيد. باجي اقول له، يعني مش هقول له انت اتاخرت، اقول له احنا اتاخرنا عليك بالعلم ان احنا كنا نلحقك بدري قبل ما توصل للمرحله النهائيه دي، لكن يعني اكيد ونلحق من بدري احسن ما نندم بعد كده. وفي النهايه دكتور، يعني احنا قلنا مميزات العمليه، هل ليها اي مضاعفات؟ هي الحقيقه ميزه العمليه برضو انها عمليه بسيطه. يعني لو تفتكري تحويل المسار القديم ومشاكله الكتيره اللي كنا بنسمع عنها والمتابعه الضروريه ونقص الفيتامينات العمر كله، لا العمليه ما فيهاش الكلام ده، فيها ممكن بندي كالسيوم وحديد وفيتامين بي لمده 6 شهور عشان خاطر
ما يحصلش ان المريض يحصل له نقص في هذه الحاجات. فيتامينز يعني عاديه، كالسيوم وحديد وفيتامين دي بس. وبنمشيه على نظام غذائي لمده شهر فقط، وبعد شهر بقول له عشان بس نعود المعده على النظام الجديد والمسار اللي ما كانتش متعوده عليه. فبديله نظام غذائي لمده شهر، وبعد شهر بقول له كل اللي انت عايزه، حتى حلويات اي حاجه براحته، لان هو اولا حجم المعده صغر شويه فمش هيقدر يفرط الى حد كبير، هياخد اللي يحتاجه مش هينطر باذن الله. تمام دكتور احمد صبكي، بجد نورتنا ودايما بتفيدنا بكل الجديد، يمكن قلت لنا معلومات جديده فعلا واكسكلوسيف على تلفزيون النهار على مرض السمنه وكيفيه علاجه، لان المرض ده فعلا مرض بيعاني منه ناس كتيره، ويعني مش لاقين له علاج دائم او نهائي زي ما بنقول. ميرسي يا دكتور على وجودك معانا. كان معانا النهارده استاذ دكتور احمد صبكي، هو استشاري جراحات السمنه والسكر واستاذ الجراحه العامه بكليه الطب جامعه عين شمس ورئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنة. وبكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من حلقتنا، ويا رب دايما في أحسن صحة وأحسن حال، وإن شاء الله